مرحبا بحضراتكم. اكيد عندنا كلام كتير جدا ومختلف عن الالعاب، وكمان استعداد لاولمبياد باريس باذن الله. كل التوفيق يعني لابطالنا المصريين وغيره كمان من الملفات المهمه هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي شادي نبيل. صباح الهنا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ شادي، منورنا ومشرفنا في 10 الصبح في الاهلي. شكر جدا فاروق، وسعيد ان انا اظهر معاك النهارده ان شاء الله. اشكرك يا استاذ شادي. طبعا عايزين يعني اسالك في البدايه، القرار الاهم اللي كان يعني بقول برضو انفرد بيه نهاوند من خلال قناه النادي الاهلي، انضمام في لعبه الاسكواش كاحد 5 العاب للاولمبياد. وزي ما قالت يعني كلنا بنامل ان شاء الله ان مصر عندنا تطلع ان احنا ناخد ميداليه او 2 في هذه المنافسه. شايف انضمامه للاولمبياد ومدى استفادتنا منه خلال الفتره القادمه ازاي؟ طبعا يعني انضمام الاسكواش اخيرا تبقى لعبه اولمبيه وتظهر لاول مره في لوس انجلوس 2028، ده حلم كل عشاق الرياضه المصريه كانوا منتظرينه. نظرا لايه؟ لان احنا متسيدين اللعبه على صعيد الرجال والسيدات. لكن الخبر كويس اللي احنا خلاص الاسكواش هيتلعب قدامنا 5 سنين ونص. لو انت هتقول لي اللي احنا هنلعب في باريس 2024 وبصم لك بالعشره كنا هنكسب فردي رجال وفردي سيدات، يبقى كده ضمننا ميداليتين. ده كويس، لكن 5 سنين فتره كبيره جدا عشان احنا نشتغل ونزود. لان انت يعني التصنيف العالمي لسه طالع امبارح، في التصنيف التوب 10 في الرجال في 5 مصريين بالزبط. وعلى صعيد السيدات في 4 اوريدي كانوا موجودين، وفي طفره حصلت لبنت واعده عندها 16 سنه اسمها امينه عرفي، يعني نطت من المركز ال 36 للمركز ال 20 كاصغر لاعبه تظهر جوه التوب 20. طيب ايه اللي مقلقك؟ بالعكس، ما هو ده معناه ان حتى الجيل الحالي والابطال العالميين الدوليين دلوقتي يقدروا كمان ان هم يوصلوا يعني لوس انجلوس ان شاء الله. ما هي دي اللي انا كنت هتكلم فيها، عامل السن نور الشربيني، نوران جوهر، وهانيا وباقي المجموعه. هنتكلم اللي احنا هنبقى ايه كمان 5 سنين، 31 32 هنلاقي عندنا علي فرج ممكن يبقى 34. فاحنا التركيز الاكثر هيبقى على مين؟ امينه عرفي هيبقى ان شاء الله عندها 21 سنه، مصطفى عسل يعني اللي بنبارك له بقى للعوده للزوم مره اخرى في المنافسات بعد الايقاف الثلاث شهور، بيلعب بطوله جراس هوبرز، هيبقى عنده 27 سنه. الجانب الاخر ان الدول الثانيه هتبتدي طبعا تشتغل على نفسها. اللي متابع او اللي داخل جوه مجتمع الاسكواش عارف ان في مجموعه رائعه من المدربين المصريين انتقلوا للتدريب في امريكا، 6 أو 7 مدربين من افضل مدربي الاسكواش المصري ابتدوا يعملوا كامبس في امريكا. فمعنى كده ان الخطه كانت جاهزه، امريكا في بطوله امريكا المفتوحه لاول مره يعني جوه السيمي فاينال يبقى في بنتين من امريكا. احنا دايما الاسم الاشهر للاسكواش الامريكي على صعيد السيدات هي اماندا صبحي، وهي من اصل مصري باي ذا واي. ف احنا ملناش حل بقى. اللي انا اقصده ان كل الدول هتشتغل، لان انت زي ما انت عارفه الميداليه الاولمبيه كنا اتكلمنا كتير قبل كده في لقاءات سابقه بتحتاج استعداد وتجهيز من قبلها طبعا. فلازم ما نعتمدش اللي احنا متسيدين اللعبه حاليا، لازم نشتغل ونكمل المشوار، ولازم الاتحاد يبقى خلاص دي لعبه اولمبيه، يعني الاتحاد مسؤول. هو طبعا احنا عارفين اللي فيه ايفنتين اتوافق عليهم خلاص، هيبقى فردي رجال وفردي سيدات. فانت لازم يبقى ليك دور، اللعيبه بتوعك انت خلال البطولات السابقه كان ممكن نقول ما بتعرفش عنهم حاجه غير في بطولات العالم اللي هي بيبقى فيها الفرق انت بتجمعهم. لكن حتى بطولات العالم الفردي هم كل لعيب مع التيم ورك بتاعه، سواء المدرب سواء بتاع النيوتريشن بلان الكوتش كل حاجه. فانت لازم تتابع الموضوع ده، توفر لهم بقى المعسكرات، توفر لهم البيئه الخصبه اللي هم يفضلوا موجودين محدش يمشي، عشان مش هنكون في حمل ان اي حد يلعب باسم اي دوله وتلاقي الميداليه بدل ما كانت لمصر بقت باسم الدوله الثانيه. فنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الاسكواش يكون قبل الاولمبيكس في 2028 جاهز لحظ الميداليتين، لان هو الطبيعي ان احنا ان شاء الله ناخد فردي رجال وفردي سيدات.